لا سيما في اليابسة. وانتقلنا البحر اليوم نسمع تسونامي، هل هي الزلازل البحرية هي اللي تسمى تسونامي؟ التسونامي اسمه تسونامي، كان يتكلم ياباني الآن. جميل. هي مصطلح ياباني. كلمة ياباني أصلاً. كلمة ياباني بالعربي تو، كلمة نامي هذه معناها موجات البحر العاتية أو الموجات الزلزالية يعني العنيفة، وليست الموجات المادية. الموجات اللي تجي أثناء حركة القمر بالنسبة للأرض، موجات المد والجزر هذا ما تحصل إلى ارتفاع 20-30 متر مثل حصل في جدة قبل سنة وسنتين، هذه ما لها تأثير. موجات مد ما عندك مشكلة، هذه ما ارتفاع الموج لها أي ما تأثر. أما الموجات اللي تكلم عنها موجات السونامي أو الموجات العاتية، هذه ما تحصل عندنا بعد إرادة الله الحمد لله. السجل الزلزالي اللي عندي من 2000 سنة لم يسبق أن شبه الجزيرة المملكة العربية السعودية، أقصد إيه البحر الأحمر، الخليج العربي، لا الأحمر في البحر الأحمر، خلني في البحر الأحمر نروح الخليج، خلينا مع الغربية شوي. البحر الأحمر لم يحصل أنه تعرض للسونامي عبر التاريخ من 2000 سنة، ولم ولن بعد إرادة الله. لماذا؟ لأن ظروف السونامي تشترط أنه لازم يكون بحر مفتوح. البحر الأحمر 350 كيلو بس، يحتاج إلى أن البحر مفتوح على أساس يحصل السونامي. على أساس يحصل لابد تصادم صفائح البحر الأحمر، يتباعد ما يصير، عرف هذا النقطتين الأساسيين. فبالتالي ليس هناك منطقة كافية لتشكيل السونامي، ما حصل. نأتي لمنطقة شوية شمال اللي هو البحر الأبيض المتوسط. تعرض البحر الأبيض المتوسط عبر التاريخ إلى 15 سونامي، حلب، اللاذقية، أعنفها 1885 اللي حصل فيه لشبونة كان مدمر، هذا سونامي. إذا 15 سونامي في الخليج، فين؟ البحر الأبيض. نأتي إلى الخليج العربي. الخليج العربي عبر التاريخ الحديث والقديم تعرض إلى نوع من السونامي 1945 ميلادي، وفي سونامي حصل برضه بالأخير. لاحظ السونامي اللي حصل فين؟ في إندونيسيا 2003، وصل إلى خليج إلى مضيق هرمز، وصل إلى إيه؟ عمان. أكثر مناطق تعرض للسونامي هي عمان بس. عفوا دكتور، السونامي اللي حصل في إندونيسيا الشهير قبل 20 سنة تقريبا، هذا وصل إلى عمان؟ لا هذا سونامي، هذا 1945. لا أنا أقصد اللي كان 2004 تقريبا. لا 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 2004 في إندونيسيا. أيوة أيوة، هذا سونامي ما هو من مكانه أساسا، هذا وصل بعد ثالث يوم من اللي حصل في إندونيسيا. وصل من إندونيسيا ثم وصل إلى الهند، وبعد الهند وصل اليمن، وطلع من اليمن عن مضيق هرمز وجاء السونامي إلى هنا. إذا إحنا ليس لنا منطقة سونامي. الخليج العربي ما يختلف على البحر الأحمر، لكن الخليج العربي مثل ما قلت لك التصادم الصفائح، الصفيحة العربية تتصادم مع الصفيحة الإيرانية، ما هو في الخليج، بعد الخليج 150 كيلو، لكن المنطقة الآن ما حصل فيها سونامي لأن إذا منطقة خالية من إيه السونامي بعد إرادة الله. اللي يحصل الآن أو أحد يجي يقول لك في سونامي وموجة، هذه عبارة عن موجات مد وجزر ليس لها علاقة بالسونامي وليس لها تأثير، لأن الموجات السونامي تكون في إذا حصلت في وسط البحر تكون بسرعة الطائرة، سرعة الموجة، وإذا وصلت الساحل تكون بسرعة السيارة، ثم تكتسح اللي في الساحل وتجره ثاني مرة إلى البحر، تسحبه ترد البحر. هنا الكارثة، هنا الكارثة، ما هو مثل موجات المد العادية توصل تطفوك بعدين ترجع من حالها، هذه لا، تأخذ تجر ثاني مرة. كل ما يكون المنطقة ضحلة كل ما يكون يرتفع الموجة أكثر، فتجدها في وسط البحر السونامي نص متر في وسط البحر، تقدر تسبح مع السونامي في وسط البحر، لكن إذا وصلت الشاطئ توصل إلى 20 متر، لأن الأرض أصبحت إيه؟ البحر أصبح إيه؟ ضحل، وكل ما يكون ضحل ترتفع موجة السونامي أعلى. بس ما هو عندنا في مناطق المعرضة للسونامي هي منطقة المحيط إيه؟ ما هو الأطلسي، شوف المحيط الأطلسي ما في سونامي، ليه؟ لأنه ما هي منطقة تصادم، لكن منطقة حلقة النار وحزام حلقة النار اللي في المحيط الهادي والمناطق هذه منطقة تصادم عنيف ما بين صفائح ليست قارية، قارية مع محيطية، كلما تكون قارية مع محيطية تكون أعنف في حدوثه السونامي، مثل ما حصل الصفيحة الهندية البورمية مع الصفيحة الأخرى اللي القارية المحيطية يعني يابسة مع يابسة. الآن عندنا صفائحنا كلها الآن اللي في الآن اللي في العربية واليوراسية صفائح قارية، الحركة فيه تتصادم بمعدل 3 سنتيمتر خفيفة،
لكن هناك تعدل مع 15 إلى 30 أكثر سنتيمتر. ليش؟ لأنها فيها سوائل، فعملية التصادم يكون أسرع. جميل. في اليابان ما تسمع كل يوم، في اليابان يصطادون يوميا 7000 هزة يوميا نتيجة تصادم الصفائح المحيطية، اللي عندك ثوين قارية مع قارية، قارية مع محيطية، أو محيطية مع محيطية، أعنفها محيطي مع المحيطي. جميل. اللي فين؟ اللي في اليابان.